الله وبركاته، ازيكم يا كي جي وان؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا النهارده حرف جديد اسمه حرف التاء، اسمه حرف التاء. وحرف التاء زي ما تعودنا قبل كده ان احنا بنعرف عن الحروف اربع حاجات: اسم الحرف وصوت الحرف وشكل الحرف وطريقة كتابته وكلمات الحرف. ده شكل حرف التاء، ده شكل حرف التاء، اسمه تاء، صوته ت، صوته ت، حرف التاء صوته ت. كلمات حرف التاء: تاج، تاء، تاج، تاء، تين، تاء، تين، تاء، توت، تاء، توت، تاء، تفاح، تاء، تفاح، تاء، تمر، تاء، تمر، تاء، تمساح، تاء، تمساح. وعندنا دلوقتي شكل حرف التاء زي ما تعودنا قبل كده ان احنا بندرس السنة دي الحروف بشكلين: شكل منفصل والحرف واقف لوحده، وشكل متصل والحرف فارد ايده ماسك في ايد اصحابه. اول شكل الحرف التاء وهو منفصل، ده شكله بيتكتب ازاي يا حلوين؟ لو نفتكر حرف التاء سنة صغيرة على السطر، فوق السطر، تمشي شوية شوية على السطر وتطلع تاني فوق السطر وفوقيها نقطتين. تاني شكل حرف التاء وهو منفصل، سنة صغيرة على السطر أو فوق السطر، تمشي شوية شوية على السطر وتطلع تاني فوق السطر وفوق رأسها نقطتين. أما شكل حرف التاء وهو متصل، سنة صغيرة فوق السطر، فرد إيديها ماسكة في إيد أصحابها وفوق رأسها نقطتين. سنة صغيرة فوق السطر، فرد إيديها ماسكة في إيد أصحابها وفوق رأسها نقطتين. يلا بينا يا أصحابي نتعرف على صوت حرف التاء مع الأصوات القصيرة. حرف التاء لما هيجي مع الفتحة، حرف التاء مع الفتحة، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، تاء ضمة تو، تاء ضمة تو، تاء سكون. وزي ما تعودنا ان السكون ما بتغيرش صوت الحرف، تاء سكون ت، تاء سكون ت. يلا بينا دلوقتي نتعرف على كلمات حرف التاء مع الفتحة أو صوت حرف التاء مع الفتحة. تاء فتحة تمر، تاء فتحة تمر، تاء فتحة تاج، تاء فتحة تاج، تاء كسرة تي تين، تاء كسرة تي تين، تاء ضمة تو، تاء ضمة تو، توت توت. يبقى وبكده يا حلوين نبقى عرفنا النهاردة ان خدنا حرف اسمه حرف التاء، اسمه حرف التاء، صوته ت، صوته ت. طريقة كتابة حرف التاء: سنة صغيرة فوق السطر، تمشي شوية شوية على السطر وتطلع تاني فوق السطر وفوق رأسها نقطتين. كلمات حرف التاء: تاء تاج، تاء تاج، تاء تين، تاء تين، تاء توت، تاء توت، تاء تمر، تاء تمر، تاء تفاح، تاء تفاح، تاء تمساح، تاء تمساح. كده نكون خلصنا حرف التاء، واشوفكم بإذن الله في حرف جديد. إلى اللقاء.